الجنة ربنا وصف لنا الجنة في سورة الرحمن، سورة اسمها الرحمن، ووصفها بعمقها. بعدين أنا بكون زي ما سبقتوا في 72 حور في الجنة، أنا بكون أجمل الحور، بكون من الحور يحق لي الزواج. في سورة الرحمن الآية تقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فتكريس الاحتلال علينا هو اللي جعل علينا إيش، جعلنا إنه إيش نقاوم في سبيل الله. وبعدين محمد يعني لو ما بيفهم محمد وغيره إنه هناك في زواج أحسن من زواج الدنيا، وهذا فحسب ربنا عز وجل أوعد الناس الشهداء إنه هناك 70 حرية ينتظرون الشهيد. فالكل بيطمع على أنه يأخذ حرية وليست يأخذ مرأة عادية في هذه الدنيا الفانية التي لا تنفع أصحابها بأقل القليل من الآخرة. ما هم أصلاً هم كفار، بفكروا يعني أنه لما الواحد بنقتل يعني الشهيد بنقتل أنه بنطم يعني خلاص في جورة، ما فيش جنة ولا نار. يعني لو بيعرفوا إنه بيطلع على الجنة وبنبسطوا وبتجوزوا وبكيف يعني في الجنة ما كانوش يقتلوا يعني زي كده. فأنا يعني نازل بش يعني نسبة للجيز ولا هذا، أنا نازل بسبيل الله بس أرض رب الحمد لله رب العالمين مش أكتر. والله أول ما نحط الحزام علي يعني شعور ارتفعت ومعنوياتي قويت أكتر، يعني مفيش أي تردد للخوف. أنا يعني لما نحط الحزام علي راس ارتفع الحمد لله، وفيش أي تردد للخوف، يعني رفعته بعزيمة قوة، يعني إني أنا طالب الشهادة. إن شاء الله يا رب ربنا يكرمنا هيك ونقابلكم في الجنة. شلالات، حدائق، مية مقطرة، فواكه مما تشتهي الأنفس، حور العين يطوف عليهم بولدان مخلدون. يعني ايش بدك احسن من هيك؟ يعني احنا اليوم قاعدين طينة ورمل وشوارع وعجة وزنقة عالم، فلا يعني حياتك رح تنقلب رأسا على عقب. يعني اللي عم يستناني في الجنة انت عندك اولاد، بعد مع الانبياء والصديقين والشهداء والصحابة وحور العين، وبعطيني حور العين ويعني بعطيني حسنات كتير، أنهار من عسل. يعني قد ما أحكي لك بقدرش أوصف لك الجنة، ما حد بقدر يوصف لك الجنة. الانفجارات اللي صارت في لندن وزعنا حلو كتير كتير، لأنه برضو هم هدول أعداء الإسلام وبيحاربوا بالإسلام. بالنهاية هدفنا إنه أي إنسان أي بني آدم إنه يحارب الإسلام يكون عدو للإسلام وللمسلمين. بالنهاية إنه يعني يكون حلال واحد يعني إنه ينقتل. يعني بالنسبة للتفجيرات اللي صارت أول مرة في أمريكا في 11 أيلول، كانت لها ردة فعل لكل العالم الإسلامي إنه انبسطت.